ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم الفرعون المغربي في فيديو جديد هنقول فيه اخبار مهمة جدا زي كل يوم. ما تنسوش في الاول تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد، واللي اول مرة يشوفني يعمل سبسكرايب عشان دايما يتابعني واوصل ان شاء الله لكل المغاربة بإذن الله. معانا النهاردة 3 اخبار مهمين جدا. الخبر الاولاني هو نازل على جريدة الشروق الجزائرية الكوميدية بتاعت متعودة دايما، بيقول ان الرئيس الامريكي ينشر خريطة العالم لضم الصحراء الغربية. انا عارف، عشان كده نزلتها لكم امبارح في صورة عندي على اليوتيوب. انا عارف انه كلمة الصحراء المغربية بتجننهم، بتجيب لهم تخلف. فاحنا كل يوم يا جماعة، كل ما نيجي كده نعمل فيديو جديد نروح كبين، يعني انا هكتب لكم تحت الفيديو ده الصحراء مغربية، وفي الهاشتاج هقول الصحراء مغربية، عشان يبطلوا اللت والعجن والهري اللي بيعملوه كل يوم في قصة الصحراء دي، اللي هو ملوش اي لازمة ولا ليه اي نتيجة في الاخر، لانه تم حسمه خلاص. فهم منزلين خبر بيقولوا الرئيس الامريكي ينشر خريطة للعالم تضم الصحراء الغربية. لا، هي خريطة للعالم تضم الصحراء المغربية. ده الخبر الاولاني. الخبر الثاني بيقول الخبر الثاني ده بقى كباء الشروق اونلاين بتوجه يعني كلامها للملك محمد السادس بعد الخطاب المحترم الراقي اللي بيبين عن قد ايه هو راجل محترم وذكي اللي هو قدمه لحكومة الجزائر. فالخطاب بيقول او الاسف الخبر بيقول خطابك يتناقض بصفة مطلقة مع تصرفاتك ومؤامرات ضدنا وضد افريقيا، لا حول ولا قوة الا بالله. طب حد يقول لي ايه الدليل انه المغرب هو اللي بيعمل مؤامرات ضد الجزائر، وانه خطاب الملك محمد السادس متناقض مع ايه؟ تصرفاته. طيب هنيجي نتكلم في المنطق وعلى الورق، هنقول انه على الورق كده المغرب لم يعتدي ابدا على الجزائر، المغرب لم يعتدي ابدا على الوحدة الترابية الجزائرية. فانت منين المغرب لم يعتدي؟ المغرب بيدافع عن وحدته الترابية، وانت اصلا اللي معتدي، انت وبتدي اسلحة للبوليساريو اللي هي جبهة انفصالية شوية مرتزقة، بتعمل كل ده وفي الاخر تقول ايه؟ بعد ما هو يقدم لك خطاب محترم زي ده ويقول لك انا على استعداد عودة العلاقات، وعلى استعداد ان انا اتعامل معاك بشكل كويس، وعلى استعداد ان افتح الحدود معاك، بس طبعا احنا قلنا امبارح انه الملك محمد السادس زنق الجزائر، والزنقه باينه هي عليهم، يعني الاخبار كلها بتاعتهم بتبين قد ايه هم مزنوقين ومتعوده دايما. الخبر الثالث ده بقى اللي يعني للتاريخ، يعني الخبر الثالث برضو على موقع على مجله الجيش وكاله الانباء الجزائريه اللي هو مجله الجيش الجزائري، بيقول المرصد المغربي ضد التطبيع، المغرب ملحقة دبلوماسية إسرائيلية في إفريقيا. الخبر ده نخليه للآخر عشان ده زبدة نحل بيه في الآخر يعني. فاحنا هنتكلم الأول، هنقول الخبر الأولاني اللي هو الرئيس الأمريكي اللي هو من الشروق أونلاين اللي بيقول الرئيس الأمريكي ينشر خريطة للعالم تضم الصحراء الغربية. الصحراء المغربية جننوهم، يقول لهم الصحراء المغربية كل ما تعدوا من جنبه الصحراء المغربية. نشر الرئيس الامريكي جو بايدن خريطة للعالم تظهر حدود الجمهورية العربية الصحراوية بوضوح، ضمن منشور عرض فيه توزيع بلاده للقاح على عدد من دول العالم. وارفق الرئيس الامريكي التغريدة التي نشرت الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على تويتر الخريطة التي تبرز حدود الصحراء الغربية المغربية، بتعليق جاء فيه ان بلاده منذ اليوم الاول صارعت لمجابهة الفيروس على مستوى العالم. وأضاف أن الولايات المتحدة شحنت أكثر من 110 ملايين جرعة من اللقاحات إلى أكثر من 60 دولة مع المزيد في المستقبل. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن نهاية العام الماضي عن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المغربية، تلاه إعلان التطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني. طيب عايز بقى تعليقاتكم على الخبر ده يا جماعه، والحقيقه في تناقض كبير جدا، يعني اصلا الجزائر في علاقات كتير جدا مع اسرائيل، ده مبدئيا يعني علاقات سياسيه موجوده في دول كتير يعني. فشيء غريب ان هم بينتقدوا حاجه هي عندهم، وبعدين تحس في تصيد، يعني تحس ان هم قاعدين مستنيين اي حد يكتب الصحراء. الصحراء المغربيه دي انا عارف انها مجننه الاعلام الجزائري، وانا عارف انها مجننه، فانا كل يوم انزل صوره مكتوب فيها الصحراء المغربيه وكل الناس تكتب الصحراء المغربيه، وتحت الفيديو ده هكتب الصحراء المغربيه عادي جدا. طالما الموضوع يعني مجنن الناس دي كده، فاحنا كل يوم هنصحى الصبح نكتب الصحراء المغربيه.
رأيكم ايه في الخبر ده؟ وعايز اعرف رأيكم في التصيد اللي هم قاعدين مستنيين اي جريدة في العالم او اي حاجة تكتب حاجة ليها علاقة بالصحراء المغربية عشان يتكلموا في الموضوع، يعني في عقد نفسية من الموضوع. نيجي للخبر التاني، فمستني تعليقاتكم على الموضوع ده في الاول. الخبر التاني بيقول انه، بصوا بقى ده حاجة مضحكة جدا، جبهة البوليساريو ترد على الخطاب المعسول لمحمد السادس، للملك محمد السادس، للملك، عشان هم كاتبين لمحمد السادس مش واحد صاحبه. خطابك يتناقض بصفة مطلقة مع تصرفاتك ومؤامرات ضدنا وضد افريقيا. طب سؤال، هو اصلا منطقي ان انه خطاب الملك محمد السادس يبقى متناقض مع البوليساريو، لانه هو اصلا مش موجه للبوليساريو، الخطاب موجه للحكومة الجزائرية وللملك، لرئيس الجزائر وللحكومة، للسلطة الجزائرية. فهنا البوليساريو بتقول انه خطابك يتناقض بصفة مطلقة مع تصرفاتك. طب سؤال، هو اصلا وجه لكم كلام؟ ما هو طبيعي انه خطابه يتناقض مع تصرفاته معاكم، لان هو اصلا ضدكم، هو اصلا شايف ان انتم مالكوش مكان. وهو اصلا لما اتكلم مع رئيس الجزائر وجه له رساله، قال له احنا الازمه اللي كانت ما بيننا او اللي ما بيننا مشكلتها هو تواجد البوليساريو اللي انت بتدعمه، فما تدعموش عشان ده ملوش مكان في وسطنا. يعني هو اصلا معتبركم مش موجودين، فانتوا بتردوا تقولوا خطابك يتناقض بصفه مطلقه مع تصرفاتك. ايوه طبيعي، لان هو اصلا بيقول لكم انتوا مالكوش دعوه بالموضوع، انتوا بره الموضوع اساسا. فانا مش فاهم انتوا دخلتوا ليه وبتردوا ليه اصلا، انتوا ليه بتردوا؟ فده غريب يعني. اكدت الحكومه الصحراويه، مش عارفين دي، ان خطاب الملك محمد السادس ملك المغرب بمناسبه عيد العرش يتناقض بصفه مطلقه مع تصرفات المغرب، ولا يهدف الا لربح المزيد من الوقت لجلب المزيد من الاعتاد الحربيه. هم خايفين من صفقات الاسلحه اللي بيعملها المغرب بقاله فتره طويله، وتحضير كل المؤامرات والدسائس ضد الشعب الصحراوي وشعوب المنطقة والقارة الإفريقية. يعني هم بيجهزوا بقى دسائس، يعني الملك محمد السادس الخطاب بتاعه ده بياخد وقت عشان يجهز دسائس بقى ضد الدول الإفريقية كلها، ضد مصر بقى والجزائر وتونس وليبيا كده يعني. وأكد بيان لوزارة الإعلام الصحراوية أن خطاب الملك أن خطاب ملك المغرب اتسم بالمجازفة والمبالغة في الكلام المعسول، بهدف تغطية مقصودة لتسببه في رجوع الحرب إلى المنطقة نتيجة لتنكره لاتفاقية السلام التي وقع عليها مع الطرف الصحراوي. وحاول ملك المغرب في خطابه يبرز البيان تقديم نظامه العدواني التوسعي على أنه توسعي إزاي، إذا كان هو بيدافع عن أرضه وأنتوا أصلا اللي بعتين ناس ضد الوحدة الترابية المغربية، فين مين هنا اللي عايز يتوسع؟ يطمح على أنه يطمح إلى السلام والاستقرار والتعاون والإخاء في وقت يعلم العالم كله أن المغرب منذ سنة 75 تاريخ اجتياحه العسكري لتراب الجمهورية الصحراوية أصبح دولة يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في كل المنطقة، وحربه التوسعية هي السبب الوحيد الذي يعرقل الاندماج الاقتصادي والسياسي المغاربي. يعني انا بس انا مش هكمل قرايه الخبر ده الصراحه، انا حبيت اديكم بس ايه يعني يعني حته كده صغيره عشان نضحك كلنا بقى على اللي اتقال ده. اصلا الجبهه دي ملك المغرب موجه لهاش رساله. تاني حاجه، الكلام اللي هم بيقولوه ده كلام بتاع ناس ما بتفهمش حاجه خالص 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 خالص، وبتكذب علنا، وبيكذبوا وماشيين وراهم، القطيع اللي ماشي وراهم كذب وخلاص، مفيش اي حاجه حقيقه من اللي بيتقال. هم المغرب بيدافع عن وحدته الترابية، وهم أصلا اللي باعتين لهم قوات مرتزقة معتدية، ويقول لك أصل المغرب سياسته التوسعية. نفس الكلام إنه المغرب فين العداوة اللي هو بيكنها لدول في إفريقيا؟ ليه؟ فين؟ مين؟ فالحقيقة يعني الخبر ده أنا حبيت أوريكم بس جزء منه عشان نرد عليه كلنا بالتريقة، يعني مش عايز حد يرد عليه بجد، نرد عليه بتريقة، بضحك، بسخرية يعني. الخبر الثالث بتاع وكالة الأنباء الجزائرية، ده بقى اللي هو الكبير يعني، بيقول تساءل الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع عزيز هناوي، ما إذا كان المغرب ملحقة دبلوماسية إسرائيلية في إفريقيا، عقب نشر وكالة المغرب العربي لأنباء مقالا لمدير مكتبها في إثيوبيا يعتبر فيه تمكين إسرائيل من عضوية الاتحاد الإفريقي كملاحظ هزيمة للدبلوماسية الجزائرية. وانتقد عزيز هناوي بشدة في مقال نشره أمس الجمعة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نشر مقال على الموقع الرسمي لوكالة المغرب العربية للأنباء بقلم مدير مكتبها في إثيوبيا مقر الاتحاد الإفريقي المدعو إدريس صبري، قائلا أنه يرفض كليا الاحتضان الكيان الصهيوني الإرهابي في إفريقيا،
لا ويعتبر ذلك فشلا ذريعا للجزائر. واعتبر هناوي المقالة الرسمية المنشورة على موقع الوكالة المغربية الرسمية بمثابة فضيحة جديدة تضافي إلى سلسلة الفضائح المتتالية التي أصبحت لصيقة بالمملكة المغربية. الخبر الثالث اللي تم نشره على وكالة الأنباء الجزائرية هو خبر ثعباني، يعني هو عايز يقول لك إيه؟ هو إزاي المتحدثين الرسميين للمغرب بينتقدوا تواجد مثلا إسرائيل في الاتحاد الأفريقي رغم إنه في تطبيع بين المغرب وإسرائيل؟ فهو عايز يوصل انه لا ده كده في يعني انقسام اللي هم قالوا عليه من كام يوم، يعني للاراء المغربيه، ازاي في ناس بتطلع تقول انه المغرب انه الجزائر اسرائيل غير مرغوب فيها في الاتحاد الافريقي، وان ده فشل للجزائر بتواجد اسرائيل في الاتحاد الافريقي، وان الجزائر يعني كانت ضد ده، وازاي انه المغرب مطبع في نفس الوقت. طيب هو اصلا الجزائر مطبع والمغرب مطبع، وفي دول كتير جدا مطبعة مع إسرائيل بوسائل مختلفة، في اللي مطبع مع إسرائيل بالتعامل السياسي والدبلوماسي، في اللي بمطبع بتعامل تجاري زي الجزائر، في اللي عنده عملية سلام زي مصر، فكل دولة ليها سياسات مع إسرائيل، كل واحد ليه طريقة تعامل مع إسرائيل. فالجزائر بتسيب أو بيسيبوا هما الأسلوب اللي هما بيتعاملوا بيه مع إسرائيل ويروحوا يمسكوا في الأسلوب اللي بيتعامل فيه بيه المغرب مع إسرائيل، يقول لك بص عندهم حد بينتقد تواجد اسرائيل في الاتحاد الافريقي ويقول ان ده فشل جزائري، بس في نفس الوقت هم مطبعين. طب ما هو انت مطبع وفي نفس الوقت بتقول انا مع فلسطين ظالمه او مظلومه، وفي نفس الوقت ما بتبعتش اي حاجه لفلسطين تساعدها، وفي نفس الوقت بتنتقد اداء المغرب اللي هو اصلا بيبعت مساعدات لفلسطين وبعد في غزه من خلال مطار القاهره الفتره اللي فاتت دي، وكلنا عارفين اللي حصل ساعتها. فتحس ان في ايه تناقض غير طبيعي ومحاولات لان هم يبينوا انه في انقسام داخل الرأي المغربي عموما في العالم، يعني انه المغاربة او السياسيين المغاربة او المتحدثين الرسميين المغاربة او سفراء المغرب كل واحد ليه رأي مختلف عن التاني، فيبين لك كده انه في تضارب يعني ما بين المغاربة وبعض. فدي السياسة هم بيلعبوها دلوقتي عشان يقول لك ايه اصل احنا كده كده احنا ينفع ان احنا نفتح الحدود معاهم وهم الدنيا ملخبطة. يا عم هو اصلا كان بيقول لك افتح الحدود دي بيرمي لك الكرة في ملعبك عشان يزنقك وزنقك، والزنقة باينة في الاخبار اللي احنا قلناها. مستني تعليقاتكم على كل اللي احنا قلناه ده، ودايما بحب اشوف تعليقاتكم وراها. مبسوط جدا بتوعيتكم ليا وبشكركم على المتابعة الدائمة، وشكرا جزيلا ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.